أن تحتل الكويت المركز الأول عربيا في معالجة مياه الصرف الصحي، وأن تكون الأولى عربيا في درجة أمان ونظافة مياه الشرب، هو ليس بالأمر السهل ولم يأتي من فراغ، إنما هو ثمرة لجهود مضنية للعاملين في كل من وزارة الأشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء. التصنيف هذا مستحق، لأن المياه المعالجة اللي في الكويت تستخدم طبعا وفق ما طبعا اللي هو معايير البيئية والصحية العالمية. الكويت دولة رائدة من فترة طويلة في قضية معالجة مياه الصرف الصحي. بدأت الكويت بالستينات في إنشاء محطات وشبكات الصرف الصحي، ذلك المحافظة طبعا على البيئة وعلى صحة الإنسان. احنا المحطات اللي عندنا في وزارة الأشغال العامة محطات انشئت على مستوى عالمي ومعايير عالمية تنافس اكبر المحطات اللي موجودة في مستوى العالم. احنا نفتخر بان هذه اللي وصلنا لها هي مرتبة من بين 200 دولة تقريبا على مستوى العالم. منظمة الصحة العالمية اطلقت في عام 2015 11 هدف للدول، جميع الدول، وقالت يا جماعة يعني لسنة 2030 حققوا هذه الأهداف. من ضمن هذه الأهداف هذا الهدف اللي احنا اليوم في 2017 وصلنا ل 100%. التحدي لا يزال مستمرا، والطريق لا تزال طويلة أمام من يريدون التميز دائما، فالقائمون على تحقيق هذا الإبداع سيواصلون العمل من خلال إنشاء المزيد من محطات الضخ لمعالجة مياه الصرف الصحي والمحافظة على جودة مياه الشرب ونوعيتها. احنا مقدمين على انشاء اكبر محطات على مستوى العالم في المستقبل القريب، واحده منهم راح تكون في المنطقه الجنوبيه، راح تستوعب اكثر من 700,000 متر مكعب في اليوم، وراح تكون كذلك الثانيه في محطه في منطقه المطلع الجديده ان شاء الله الانشاء الاسكانيه، راح تكون في طاقه استيعابيه 400,000 متر مكعب في اليوم. كدوله الكويت في هذه ذات المحدوديه المصادر كلها عبارة عن محطات تحلية وتصدير وتحديات الحقيقة كبيرة جدا، يجب نحافظ على هذه النوعية من المياه المكلفة جدا، احنا نسميها مكلفة جدا، من إنتاجها، من توزيعها، من مراقبتها، من وصولها للمستهلك. عندنا منظومة متكاملة لرصدها. اليوم دولة الكويت بهذا الإنجاز تحرز تقدما كبير وتثبت بأنها قادرة بجهود أبنائها على تبوؤ مثل هذه المراكز. إذن هو إنجاز ثنائي يحسب اليوم لكل من وزارة الأشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء، كل في مجال، لكن الأهم أنه يصب في بوتقة واحدة وهي مصلحة دولة الكويت والارتقاء بها إلى درجة جديدة في سلم الإبداع والتميز.